خاي پروردگار فرميت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أمروا كروجي عرفيا لحج ما لاوا في غنبر عليه الصلاة والسلام أم آياتي بودابزي لروجي جمعة أمروا دين بو إيوة كامل كرت لعقيدة ولمنهج ولفقه ولمعاملات ولفروع ولأصول دين كامل بو بيويسي من بقرآن يترنية بيويسي من ببيغمبر يترنية خلاص أم دينا نبيويسي بزياد كردنا نبيويسي بنقصان كردنا بلام المبتدع حماقتي مبتدع يزعم بلسان حاله أن الله لم يكمل الدين إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للصحابة أن يزيدوا في المأذون فيه فكيف يأذن لهم أن يخترعوا ما لم يأذن به الله ورسوله. إنساني مبتدع بزباني حالي باب زباني مقال شوان ليت خايا جاتو دين تكامل نكردوا أم عبادتي تو أي كي أي مسلمان أم عبادتي تو قرآن فرمويتي نخير بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمويتي وكردويتي نخير أي تو بو أم عبادتاكي شون الأخوان يزق بيتوا غير بيبا بلقى عبادتي خوابكي شون الأخوان يزق بيتوا أري أما خيرا يعني خوايا جانتو بزباني حالي خوايا جانتو دين كامل نكردوا قل شيك أم زيادانش بابكين باب يا غنبرش نكرد به هندي كز بناوي دين أم لفظة زور بكار دين باب يا غنبرش نكرد به عبادة كردن بنيازي أويك الأخوان يزقوا بي نكوكو هندي ملاي قمراء أرش بدعية نخر أو أنا بدعية دنيوية هرشيتها بي با هذي باب يشكوتو بي بلان بدعة لدينا ما بس أوبي الأخوان يزقى بيتوا مثلا شيك دا أنا يشوي إسراء ومعراج أو شو أحياء كي توهرسي شو نيوجكي كي بيتي وتوابك كس قيشيك أما خير أيكين أو خراب أو قيشيك يا أقاتان لوبي أو شيطان تيتانكات شكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام مجالي نداوة لويك وا شرعية زيادة بكي كشرعية زياد رويت يا بكيت شو شون مجال أدا بوشتي كهر أصلا بلغي لسرنيا روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما بلقي لسر أويك وشرعية وإذن ندى بيغمبر عليه الصلاة والسلام شون إذن ندى بوجتي كشرعينية كبلقي لسرنية يشي كانوتي أما إني أصلي الليل ولا أنم ولا أرقد يكي كان وتي من يترها شو نيوجكم شوان ناخوم شو نيوجكم شتيكي شاكك يا خرافك شو نيوج هتا بياني ناخوت وقال الآخر إني لا أتزوج النساء أبدا من بحياتي جن أخوازم هرب عزبية بينمو شكر جن بين مشغول مكان منالو نا هر خو مر خليكي عبادتي خوابم واوي سيم يعني من ايتر بروجو بم همو صالك الروجو ناشكنم بروجو بم بو خوا بروجو بم روجو او عبادتا قوريا وناشكنم هر بروجو بم بو خوا باب زانين رسول الله صلى الله عليه وسلم شون شوني معامله لقلم سيكا ساكا تكسي كان شو هتا بياني ناخوي لسوش ديا بيت وكسي كان هرب الرجو بيت رجو نشتينيت وكسي كان الجنة هينيت فقال صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا أو إيوا بوتان وتان إما يكيك من هر شو نيوجكين أو كيتر من هرب الرجو بين أو كيتر من جنة هينين من بريئي بيغمبري خواه
فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، والله من لها متان زياتر لخواتر سم، والله من لها متان زياتر خوم لغزبي خوا باريزم بتقواترم لها متان. تيخنبر عليه الصلاة والسلام واي فرمو بلام، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، بلام شون يجكمو أشخوم وبرجوة بمويش شكينم وجنشهينم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هركس يبش بك على سنتي من أولا من نية، أجر إيواء أوهاب كان ببردوامي أولا من نتام. في غنبر عليه الصلاة والسلام خو شوني الشرعية خو بروجو قردن بلغي لسره الشرعية، بلام ريقاي ندا إذني ندا كزيادة تيابكي، إذني ندا كزيادة تيابكي. فرموي هر كسي وابكا أولا السنة مني، أولا فشتي كردو أولا السنة من جاء قداري أوبين نلاي قيشيك أما خيرا، إذني ندا بوشتي شرعي كزيادة تيابكري بوشتي ناشرعي. پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام لروج قيامت شتا مرفوض شتاكا، من عمل عملا هر كسي هر عبادت يبكا بنيازي أويل أخوان يزقوا بيت ليس عليه أمرنا، أمري شرعي لسر نبي فرماني پیغمبري لسر نبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد لروج قيامتا قبول ناكر يليت خوايا جان ما بستم خير بو أو نجم كرت، ما بسم خير بو او ذكرم كرت، ما بسم خير بو موليدم كرت، بس بلقيا كردت من نمت امر دين بو ايوا كامل كرت ايوا خوتا انا خنا بال خوا علي خوايا انتو دينت كامل نكردوا يا مش بو ما نهيش زياده بكين لدينا زور حماقتي مبتدع همو كسي دواي هي همو دايك دواي هي بلام احمقي دواي نيا إلا توبة كردن وازينان لبدعكي خواهي تعالى فرميت شو كتو نازاني آية كرد وشاكا كت خدا ليتي قبولك آية نا تاوى كشتبكي لشرعان بيت بو إنساني وانية بهو يك كلمة يكوا حفتا صال جهنم شيت خواروا بو أو آفرتا نبو بشليكي كشت پیغمبر عليه الصلاة والسلام لجهنم بيني تو كرد وشاكا كانت دعابك خواليتي قبولك آية.